بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله تعالى عليه وسلم، ورضي الله عن صحابة نبينا أجمعين، وعن آل بيته الطيبين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين، وعنا معهم بمنه وكرمه وواسع رحمته، إنه أرحم الراحمين. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح علينا بخير ما تفتح به على عبادك الصالحين وأوليائك العارفين. حياكم الله أيها الأخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتواصل معكم من خلال قناتكم، قناة سامراء الفضائية، ومن خلال برنامجكم برنامج الرؤى والحياة. كالمعتاد في الدقائق الأولى نتناول بعض المفردات التي نتساءل عن تفسيرها ونبحث عن تعبيرها، ثم بعد ذلك نتواصل مع حضراتكم من خلال الأرقام التي تظهر في أسفل الشاشة لاستقبال رؤاكم وتفسيرها وتعبيرها، مستعينين بالله عز وجل ومعتمدين عليه. ونحن نقول: اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. تناولنا في الحلقة الماضية بعض المفردات التي تخص الصلاة إذا جاءت في الرؤيا، ماذا يكون تفسيرها وتعبيرها، كما هو الحال بالنسبة للصلاة بشكل عام، بالنسبة للوضوء الذي يسبق الصلاة، بالنسبة للركوع، السجود، التسابيح الواردة في الصلاة. ذكرنا شيئا منها ولم نذكر أشياء أخرى، وهي كثيرة لها دلالاتها، سواء كانت اللغوية أو دلالاتها الإصطلاحية أو دلالات الأقوال أو دلالات الأفعال والأحوال التي تخص التفسير والتعبير فيما يخص الصلاة ومفردات الصلاة. قلنا أن الصلاة في الرؤيا تأتي لها دلالات، من ضمنها أنها تدل على صلة العبد بربه سبحانه وتعالى، كما يقول يعني بعض الصالحين: إذا أردت أن تكلم الله عز وجل فصلي، وإذا أردت أن يكلمك الله فقرأ القرآن. والصلاة هي أصلا يعني متضمنة لقراءة القرآن، فهي عبارة عن صلة بين العبد وربه، تكلم الله ويكلمك الله عز وجل من خلال كتابه وآياته في كتابه سبحانه وتعالى. فإذا هي صلة بين العبد وربه. هنالك في الصلاة مثلا يأتي الركوع والسجود. الركوع يدل على الخضوع ويدل على يعني التعظيم لله، السجود يدل على الانكسار ويدل على الافتقار بين يدي الله الواحد القهار. الركوع متضمن لتسابيح معينة، سبحان ربي العظيم. السجود متضمن لتسابيح معينة، سبحان ربي الأعلى. فإذا هو تنزيه لله من الشريك والند والشبيه والمثيل، ليس كمثله شيء. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهو في نفس الوقت أيضا هو تعظيم لله عز وجل، لأنك أنت العبد الفقير الصغير الذليل، تقف بين يدي ربك الكبير العظيم الغني المحي المميت الذي بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فإذا هي عبارة عن يعني أجواء إيمانية ونفحات ربانية يعيشها العبد في صلاته. فإذا رأى في الرؤيا أنه يصلي، قد تكون من ضمن دلالات الصلاة إن كان من أهل المصائب، يعني نسأل الله العفو والعافية، أنه أصابته مصيبة فرأى في الرؤيا أنه يصلي، فالصلاة هنا هي دعوة له أن يتصبر من خلال الصلاة ومن خلال الصبر. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فإذا أصابته مصيبة بفقد حبيب أو فقد قريب أو فقد مال أو فقد عيال أو نحو ذلك، فرأى في الرؤيا على أثر هذه المصيبة مباشرة مثلا أنه يصلي، فهي دعوة له أن يستعين على هذا القدر من خلال الصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، هي دعوة له إلى ذلك. إن رأى في الرؤيا أنه يصلي وجاءت رؤيا الصلاة بعد يعني نعمة من النعم التي أنعمها الله عز وجل عليه، فهي دعوة له أن يشكر الله. والله عز وجل يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فهذه الصلاة هي دعوة له أن يستزيد من الشكر، الشكر القولي، شكر اللسان، والشكر الفعلي، شكر الجوارح والأركان، كما خاطب الله عز وجل
آل داود قال اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. أيضا قد يرى في الرؤيا أنه يصلي إذا احتار في أمر ما بين الإقدام والإحجام وبين الفعل وتركه، كما هو الحال بالنسبة لصلاة الاستخارة. فإذا رأى في الرؤيا أنه يصلي فقد تكون هذه الرؤيا هي تذكير له بأن يستعين على حسم أموره وعلى القطع في هذه القضية التي تردد فيها من خلال صلاة الاستخارة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت عنده حاجة وهذه الحاجة يعني تلكأت بعض الشيء أو تعثرت بعض الشيء وهو يريد أن يدعو الله عز وجل أن يقضي له هذه الحاجة وأن ييسرها له وأن يهيئ لها أسبابها، فرأى في الرؤيا أنه يصلي فقد تكون هي دعوة له إلى ماذا؟ إلى أن يصلي صلاة الحاجة. وهكذا قد تكون الرؤيا تعبر عن صلاة الخوف أو تعبر عن صلاة السفر أو تعبر عن صلاة الاستسقاء أو تعبر عن صلاة الحاجة أو عن صلاة الاستخارة أو عن صلاة الكسوف أو عن صلاة الخسوف أو نحوها من الصلوات الكثيرة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي جماعها وقول النبي عليه الصلاة والسلام يعني صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذه الرؤى في النتيجة هي ليست حكما شرعيا، ولكن نستأنس بها في فعل شيء أو في تركه، في فعل شيء أو في تركه. نعم إخوانا الكرام، أيضا بالنسبة للصلاة هنالك فيها مفردات كما أسلفنا، غير الركوع والسجود مثلا. الصلاة نبدأها مثلا بعد تكبيرة الإحرام بدعاء التوجه، فقد يرى المسلم في الرؤيا أنه يقرأ دعاء التوجه، ودعاء التوجه ورد بصيغ كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر التنويع الذي ورد في دعاء الاستفتاح كان في صلاة الليل، يعني في صلاة قيام الليل. ومن بين الصيغ المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم الصيغة التي تبدأ بوجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، أو الصيغة التي تبدأ بسبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو الصيغة التي تبدأ باللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. بغض النظر عن الصيغة التي يراها في الرؤيا، لكن في الغالب تكون لها دلالات، في الغالب تكون لها دلالات، إما أنها تخص الصلاة في الرؤيا حين يراها، وإما أنها تخص شيئا خارج الصلاة، وإما أنها تخص شيئا خارج الصلاة. من بينها مثلا دعاء الاستفتاح وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما، فجاء هنا في هذا الدعاء مثلا وما أنا من المشركين إن صلاتي وصومي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فهذا التعدد في العبادات والمناسك التي تؤديها لله عز وجل هو تذكير لك، قد يكون بالصلاة وقد يكون بغير الصلاة، ممكن يكون الصيام، ممكن يكون الحج، ممكن يكون النسك، ممكن يكون يعني نحر الأضحية أو الهدي إلى آخره، تكون لها دلالات بحسب محتوى الرؤيا من الأقوال أو الأفعال أو الأحوال التي نعتمدها في مجال التفسير والتي ننطلق من خلالها في مجال التعبير، والله تعالى أعلم. حتى نستقبل اتصالاتكم إخوانا الكرام، نعم على اتصال، حتى نستقبل اتصالاتكم نسترسل بعض الشيء في هذه المفردات. أيضا يأتي في الصلاة يعني من ضمن دعاء بعد دعاء التوجه عفوا، عندنا تكبيرة الإحرام قبل دعاء التوجه ثم تأتي تكبيرات الانتقال، يعني قد يرى الرأي في الرؤيا أنه يكبر الله عز وجل في صلاته فلا يستيقظ من النوم وهو يعي شيء مما قرأه في الصلاة، لكنه يعي التكبيرات، يعي التكبيرات. هذه التكبيرات هي تعظيم لله عز وجل، أي أن الله عز وجل أكبر من كل شيء. تكبيرة الإحرام التي تدخل بها في الصلاة، تكبيرات الانتقال من القيام إلى الركوع، من الركوع إلى القيام، من الركوع من القيام إلى السجود، الجلسة بين السجدتين وهكذا إلى نهاية الصلاة حتى تصل إلى التسليم، قد ترى أنك تكبر الله عز وجل، فهذا التكبير هو تعظيم لله عز وجل، وأن الله عز وجل أكبر في قلبك وفي روحك وفي نفسك وفي حياتك من كل شيء. معنا الأخت أم محمد من كركوك، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا. أهلا بك، الله يحفظك. أنا شفت رؤيا. نعم حياكم الله. نعم. يعني شفت نفسي أنا بيتي، بس أنا كنت جيت من مكة قريب، كنت جيت من مكة رجعت يعني ملابس كنت غطت كل جسمي، يعني بحيث بس عيوني طالعين ويعني وجهي طالع من الحجاب معي. نعم أي. فجتني فد مرة، يعني أنا الروحة مالتي ما كرهت يعني على حسابي، أكو واحد كنت أهد وداني أنا وجماعة يعني معانا. نعم.
ايه فجتني مرة بالرؤية، المرة يعني اعرف شكلها، جتني بطني ورقة، الورقة مكتوب بها اسم المتعهد. قالت لي هذا اسم المتعهد، كل ما تريدين تروحين حج او عمرة تروحين عند هذا المتعهد. نعم. وهاي الرؤية الأولى، والرؤية الثانية شفت نفسي طالعة يعني السيارة مع القافلة مال الحجاج، هاي ثاني مرة يعني، شفت نفسي طالعة مع يعني القافلة مال الحجاج، وجت الحجية والدتي جابت لي بطل حليب، قالت لي هذا تاخذينه معاك بالطريق تستفادين منه. نعم. إيه والله يبارك فيك. عفوا يا حجية أم محمد. لحظة. نعم. نعم. بالنسبة للرؤية الأولى، هو ذكر اسم المتعهد؟ مكتوب بالورقة بس على شكل عدنان، ما يعني ما قريته بالضبط، بس يعني من فرحتي بالاسم أخذته للاسم وخليت الورقة عندي. يعني بس ما تتذكرين الاسم. نعم. لا حضرتش يعني شفت حرف عين بي. عين. حضرتش أم محمد رايحة للحج أو العمرة شيء؟ الحمد لله ما رايحة، بس إن شاء الله أروح، أتمنى أروح. أها. إن شاء الله خير، يسر الله أمرك إن شاء الله. تسمعين الإجابة يا محمد، حياكم الله حياكم الله. نعم معنا الأخت محمد من بغداد، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا يا أم محمد. نعم شيخنا رأي بالحلم لأختي مطيتني محبس. نعم خاتم، شنو دي أعرف شنو الخاتم بالحلم؟ نعم ماشي الحال. حضرتش متزوجة وعندش أولاد يا أم محمد؟ خير إن شاء الله. نعم إن شاء الله خير. نعم تسمعين الإجابة، حياكم الله يا محمد. نعم نعم إخوانا الكرام معنا اتصال. نعم ممكن نجاوب على الرؤى اللي وردتنا حتى تأتي رؤى جديدة ثم نستأنف الاستقبال إن شاء الله. كان معنا الأخت محمد من كركوك، تقول رأت في الرؤيا أنها ذهبت إلى مكة وكانت راجعة من مكة المكرمة، يعني قد ذهبت للحج، وكانت تلبس ملابس كاملة يعني ضافية وساترة لجميع جسمها ما عدا يعني شيء من الوجه أو ما عدا العينين فقط تظهر، وكأنه القضية تعهد بها شخص لها ولغيرها مجموعة من الحجاج أنهم يذهبوا ذهابا وإيابا وكل الصرفيات تكون على حساب هذا المتعهد، وأعطوها ورقة فيها اسم المتعهد أنها متى ما أرادت أن تحج فلها أن تذهب إلى هذا المتعهد فيتكفل بحجهم أو بسفر الحج. نقول يا أم محمد يعني الحج، النبي عليه الصلاة والسلام حين ذكر الحج قال يعني الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وقال من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيما ولدته أمه. نعم معنا الأخت زينب من كركوك من كربلاء، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا يا أخت زينب. عندي ثلاث رؤيات. ماشي تفضلي حياك الله. أشكرك. أول رؤية عندي قلت أختي الحلم جتني، هي مريضة الخابر طلعت عليها يوم الخميس. نعم نعم اتذكر. نعم قاعدين بالغرفة أنا وأمه والبنينة أنا بالنص بالنص وأمها برا. نعم البنينة وحدة قامت تزحف، من قامت تزحف قمت تبكي وهذه الوصايح. نعم طلعت لأختي على ما طلعت لقيت البنينة تمشي، قلت لها هاي قطتش قامت تمشي هي. نعم. يمها قدر مي يعني قدر مي يم أختي. نعم فقالت لأختي ما أصدق أنا، قلت لها تعالي شوف بعيني، قالت إي مو هذا سيد عيسى عبد الله بن الحسين قوموها استخطوها وقامت. نعم فأكو اثنين قاعدين برا جايين مدري من نيران وياهم مرة اسمها فضيلة. نعم طلعنا البنين هذول السنين يقولون احنا سادة لزموها، وقال لها قولي يا الله قولي يا الله ثلاث مرات، مدري قالت يا الله مدري قالت لا علي. نعم والرؤية الثانية أمه جايتها دعوة، يعني جايتها دعوة من ميسر الأمراض هذا اليقى بالدعاءات. نعم شنو جايتها دعوة؟ والله ما أعرف شنو هي، اجتني بس قالوا هاي دعوة لأمك من ميسم التمار. من منو عفوا؟ ها؟ اجتها دعوة منين؟ من ميسم التمار هذا اللي يقرأ دعاءات دائما. هيثم؟ اي ميسم التمار. ميسم السمان. نعم. والرؤية مالتي فأنا واقفة على تلة عالية. نعم. ويمي مي، شفت المي واشمر رب العالمين وادعي. نعم. على رب العالمين اشيل مي من اليمي يم شط شلون النهار. نعم. مي زلال يعني ابيض واشيل واشمر رب مي، اخر كلمه قلت له يا رب العالمين اعطيني حسن. اعطيني حسن. نعم اي قلت له يا رب العالمين اعطيني حسن. نعم يعني يا اخت زينب حضرتك ما متزوجه انت؟ لو متزوجه وما عندك اولاد؟ لا ما متزوجه، انا دائما اتصل عليك. نعم حياك الله. الرؤيه او هاي الرؤيه الثانيه جاي امشي في شارع ونحرون حجاج، هذول الحجاج يطشون شكليات
واحد مشى جاب لنا قطعنا شوكليتين وبست ايده، وانبست ايده مشيتها على وجهه على يعني جسمي. بس هذا الشارع مكروس ثلاث حجاج ويطشون شوكليت ويهرجون، فانا صرت بنصهم واحد منهم قطعنا شوكليتين يعني. وبعد شنو بعد ما اعطت شوكليته شنو بعد؟ هم بس الحجاج صرت بنصهم انا لنا قطعنا شوكليته لزمت ايده مشيتها مشيتها على وجهه على يعني جسمي. نعم. واشكرك. حياكم الله. نعم ان شاء الله حياكم. تسمعي الاجابه يا اخت زينب حياك الله. نعم ماشي. معنا الاخت ايلاف من السماوه، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا. تفضلي يا اخت ايلاف. شيخ علي شريفي، وكانه طبيت بغرفه اخويا. نعم. ضاوعت جوا الكنتور مالته، شفت حيه. نعم. هاي الحيه يعني طول ما لها وصل سنينة شوية ولونها أصفر. نعم. فأني رحت ناديت على والدي وعلى أهلي، بدا والدي طارت هاي الحية، فسبحان الله شفت فتحة بالغرفة، هربت هاي الحية من هاي الفتحة. نعم. فأنا رجعت ضوعت على المكان اللي شفتها بيه، شفت أكو فرس مال الحمام. وكأنه كان فيها ملتفة على هذا الفرس. يعني ملتفة عليه، فأني سألت في الحلم قلت سبحان الله يعني شلون هذا الفرق مال الحمام الى راسي، يعني مو فرق عادي وكانه مكشوه الى راسي. كانت هي ملتفه عليه بس ما مسح هذا الفرق. الحيه هربت فرق بالمكان. نعم. يعني بقى الفرق الحمام جوا الكنتور. نعم. وهي هربت. نعم. ماشي الحال. زين يا اختي لاف، بالنسبه لاخوش متزوج عنده اولاد؟ هو حقيقه يعني يعني منفصل. عنده ولد مريض هو؟ هو لا يعني ما عنده أطفال. ما عنده أطفال أصلا؟ لا ما عنده أطفال هو. نعم. ما أعرف بعد. منفصلين تماما هو وزوجته، لو بعد أكو متعلقات يعني أكو إمكانية إرجاعها؟ يعني كانت مرتبة بيناتهم شوية مشاكل ومتعلقات، يعني إنه كان عندها طفل ونزل هذا الطفل، يعني هيك شغلات صارت. بس هو بالنهاية طلع ما عنده طفل. يعني ما صار عندهم اسقاط او طفل توفى يعني؟ يعني احتمال عندهم طفل مات، يعني هي قالت مات الطفل يعني. ماشي خير ان شاء الله. تسمعين الاجابه يا اختي لاف حياك الله، مرحبا. نعم اخواننا الكرام، كان معنا الاخت ام محمد، قلنا انها يعني في الرؤيا رات انها ذهبت الى مكه، وان هنالك رجل يعني تعهد بذهابها الى مكه متى ما تريد، وقلنا بانه رؤيه الذهاب الى الحج يعني الحج يدل على القصد أو على النية، ويدل إن شاء الله على أعمال صالحة تعملينها يا أخت أم محمد، تكون كفيلة إن شاء الله بمغفرة الذنوب، لأن الحج قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولا يعني أننا إلا أن نذهب إلى الحج نفسه، هنالك أعمال كثيرة هي يعني تكفر السيئات وترفع الدرجات. الله عز وجل قال: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أتبع السيئة الحسنة تمحها. فمن رأى في الرؤيا أنه يذهب إلى الحج أو أنه يتكرر ذهابه إلى الحج كما هو الحال مع هذا المتعهد، فهذا يدل إن شاء الله على أعمال صالحة كثيرة تكون كفيلة بمغفرة الذنوب، لأن هنالك كثير من الأعمال ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي تقوم مقام الحج من حيث الأجر، وليس من حيث يعني أنها تقوم مقامه من حيث الفريضة أو من حيث الأداء كواجب أو كعبادة. الرؤية الثانية التي رأيت فيها يعني قضية الحجاج، أن الوالدة أعطتك يعني قنينة حليب أو بطل حليب، قالت تأخذينه معك ينفعك في الطريق. اللبن بصورة عامة في الرؤية يا أختنا محمد دلالاته طيبة، هو يدل على الفطرة السليمة، ويدل على نقاء السريرة وعلى صفاء الطوية، والله تعالى أعلم. نعم معنا أخونا عبد الباسط من السليمانية، تفضل. مريم. نعم يا أخ عبد الباسط تفضل. عندي أخويا مريم عنده حالة نفسية. نعم. نعم يا أخ عبد الباسط. نعم. وعصبي. نعم. وبناء على كل شيء مع بعض. نعم. اي شو اسوي له؟ الله يشافيه ويعافيه يا اخ عبد الباسط. ماشي، انت مودي على كل الشيوخ، يعني انت طرقت ابواب الناس، لكن
طرقت باب رب العالمين رب الناس سبحانه وتعالى. إن شاء الله أجاوبك يا أخ عبد الباسط، تسمع الإجابة إن شاء الله. حياك الله. نعم معنا اتصال. أخت ملاك من الكوت تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أخت ملاك. عشان دكتور لما أنت إنه بيتنا حية نعم. فصحت أهلي ففجأة هاي الحياة يعني طلعت وراها واحدة ثانية. نعم. وصار لنا اثنين وصرت آخر صار لنا يعني طلعت واحدة صار لنا ثلاثة. نعم. وبعد ورا شوية شيخ طلعت يعني حياة صغيرة يعني تشبه الفارة. بس يعني إلها يعني تشبه الفارة أبد بس يعني صغيرة كلها صغيرة تقريبا بقد الأصبع. نعم. فهاي الحياة ثلاثة اثنين اختفى صار الحياة واحدة كلش كبيرة. نعم. ومعاهم هذا الفرخ الصغير. نعم يا أخت بناك. نعم. يعني جسمان على يدي أنا بالمجلدة معرفتهم. نعم. جسمان إحنا نحن على بيت جيراننا يعني نعم. على الحائط اللي بيننا وبين جيراننا. إيه نعم. فدخلنا بالمجمدة فإحنا تفاجئنا قلنا شلون الحياة ويا أكلهم. مخلين الحياة يعني بالمجمدة ويا أكلهم وانتهى الحلم. نعم يعني هم خلوها مع الاكل لو هي دخلت لا لا هي هن يعني احنا ورجع يعني تراجعنا على بيت جيراننا فاحنا اخذنا صخرة كبيرة وسدينا مكان المكان مالتها. نعم طميناها يعني استاذ. معلوم. ماشي يا اخت ملك. زين اكو فد مشكله يعني عائليه بالنسبه لهذا البيت يعني هم قبل فتره خابطه كذا اكو مشكله. زين يعني كانه اكو تشعب بالمشكله يعني مو بها في الطرفين بس ممكن ثلاث اطراف او اربع اطراف. نعم نعم نعم. ماشي الحال. تسمعين الاجابه يا اخت ملك ان شاء الله. حياك الله. نعم معنا اتصال. نعم ذكرنا في الرؤيه الاولى للاخت ام محمد ثم الرؤيه الثانيه قلنا ان الحليب او يعني اللبن بصوره عامه هو يدل على الفطره، يدل على ان الانسان يختار الفطره النقيه يعني السريرة الصافية الطوية النظيفة في تعامله مع الناس. معنا اتصال. أخونا محمد من الموصل تفضل. مرحبا. تفضل حياك الله أخي محمد. وعليكم السلام. شلونك شيخ؟ الحمد لله رب العالمين. حياك الله أخي محمد. شيخ شوف ترويا قالوا العرب هذا مو يصير طبقتين الأسود. أي نعم. أي ومثبت بطرف ومنه ومنه خير طبقة على طبقة. نعم. بعدين قلت يعني هذا منظر مشاز قمت خليتها ما فتحتها انفتح كل الخيط الاسود. نعم. من انفتح الخيط الاسود كله ما لقى طلعت لي وصله ما القطن بيضاء عبالك حرير بيضها يعني ناصع بشكل وناعمه. نعم. ايه وبعدين تفسير هالرؤيه. اخ محمد عفوا شنو تشتغل حضرتك؟ والله انا متقاعد. متقاعد؟ نعم. اكو عندك فد اهتمامات اجتماعيه او عشائريه يعني شيخه مختاريه مع ربعك ايه. مع عشيرتك اكو هذا الحكي؟ والله الحمد لله محترم وسط مجتمعي الحمد لله فضل من رب العالمين. نعم. ايه اكو عندك فد يعني خلينا نقول بالفتره الاخيره صار فد خلافات او مشاكل مع بعض الناس بالعشيره وانحلت يعني ورجعت الامور احسن من قبل؟ لا لا الحمد لله ما عندي مشكله مع جميع البشر. الحمد لله رب العالمين. نعم. ماشي أخي محمد إن شاء الله تسمع الإجابة إن شاء الله. إن شاء الله حياك الله أخي محمد. نعم إخواننا الكرام يعني استقبلنا عدد كافي من الرؤى في هذه الحلقة حتى نقوم بتفسيرها إن شاء الله بعد الفاصل. نستأذنكم بفاصل فانتظرونا حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد إخواننا الكرام. وردتنا مجموعة من الرؤى نقوم بتفسيرها. آخر رؤية للأخت أم محمد على اعتبار أنها سألت عن ثلاث رؤى، الرؤية الأولى والثانية قمنا بتفسيرها. الثالثة رأت في الرؤية أن أختها أعطتها خاتما والخاتم له يعني أكثر من تفسير، من ضمنها أنه قد يفسر بالولدي، أنه قد يفسر بالولدي ذكرا كان أو أنثى. والأخت أم محمد متزوجة وهي يعني اصلا حامل، فنسال الله عز وجل ان ييسر لك يا اختنا ام محمد وان يرزقك ان شاء الله يعني ولدا صالحا تقيا نقيا، اللهم امين. هذا بالنسبه للاخت ام محمد. كان معنا الاخت زينب من كربلاء ذكرت اكثر من رؤيا. الرؤيا الاولى ان بنت اختها مريضه، يعني هي راتها في الرؤيا
كانت نائمة لوحدها ثم بدأت تزحف شيئا فشيئا ثم بدأت تمشي ويعني ذهبت لتنادي أمها وتخبرها بذلك. هي أنكرت أنها يعني بدأت تتحرك، لكن مع ذلك قالت ربما هو سيد فلان عيسى أو عبد الله بن الحسن إلى آخره، سادة معينين أنهم كانوا سببا في شفائها. وقال لها أكثر من مرة قولي يا الله، تقول فلا أدري هل قالت يا الله أم قالت يا علي. نعم، نقول يا أخو زينب، يعني أول شيء من حيث المبدأ بالنسبة للإنسان المريض، إذا رأينا إنسانا مريضا في الرؤيا فرأينا أنه تحرك بعد سكون أو مشى بعد أن كان مقعدا لا يستطيع المشي، فهذا دليل على أنه سيكتسب الشفاء والعافية بإذن الله عز وجل، لأن يعني الحركة بعد السكون يعني هو دلالته إيجابية ويبشر بخير إن شاء الله، وهذا ما حصل لهذه البنت. لكن إذا رأينا العكس، أن إنسانا مريضا رأينا في الرؤيا أنه مثلا يمشي يتكئ على فلان أو على فلان على فلان أو على فلان، يعني يتكئ ويخط بقدمه على الأرض، جسمه ثقيل من المرض، لكن بعد ذلك رأينا أنه خرج من بيته ساكنا لا يتحرك ومحمولا مثلا على شيء معين، فهذا يدل على موته والله تعالى أعلم. لكن الرؤية الآن بالعكس يا أختنا زينب، هي تدل على الشفاء بعد المرض إن شاء الله تعالى. لكن عندي ملاحظة في الرؤية الأولى والثانية والثالثة والرابعة يا أخو زينب، أنه قضية يعني النبي عليه الصلاة والسلام علم صحابيا من آل بيته رضي الله عنهم جميعا وهو عبد الله بن عباس، فقال له يا غلام أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فيا أختنا زينب، نعم يا أختنا زينب الله يحفظك يعني ويحفظ الأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، لا ينبغي أن ندعو غير الله ولا أن نتوسل بغير الله ولا أن نستغيث بغير الله، لا يجلب لنا النفع إلا الله، لا يدفع عنا الضر إلا الله، لا يستغاث إلا بالله، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كم ربا نعبد، نحن لا نعبد إلا الله عز وجل. آل البيت الطيبين الطاهرين المباركين، الصحابة الغر الميامين التابعين، يعني سلف الأمة الصالحين منذ ذلك الحين وإلى هذا الحين وإلى يوم القيامة، هم كلهم عباد لله، الأنبياء الشهداء الصالحين العارفين الأولياء هم عباد لله، إذا جعلناهم وسيلة بيننا وبين الله وجعلنا منهم واسطة بيننا وبين الله أصبحوا آلهة مع الله. يعني الله عز وجل قال عن أهل الجاهلية قبل الإسلام، قالوا عن أصنامهم، كانوا يعبدون الأصنام، ماذا قالوا عن أصنامهم؟ قالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل، النبي صلى الله عليه وسلم سئل، قيل له يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد ربنا فنناديه؟ فأنزل الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إذا كان الله قريب فلا حاجة لغيره، لا حاجة لنا بغيره أن ندعوه أو أن نتوسل به أو أن نستغيث به، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإذن يا أخذنا زينب، يعني مؤلم جدا في الرؤية أو في الواقع أن لا ندري نحن نستغيث بالله أم نستغيث بخلق الله، نحن نتوسل بالله أم نتوسل بخلق الله، هل الله عز وجل حاشا لله غير قادر على أن يشفي مرضانا أو يعافي مبتلانا أو يرد غائبنا أو ييسر عسيرنا أو يفك أسيرنا حتى يتدخل المخلوقين، ناس يعني أموات لا يملكون ضر ولا نفع. النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل ذكر على لسانه في القرآن ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، لا محمد صلى الله على سيدنا محمد ولا آل محمد رضي الله عنهم أجمعين ولا صحابة محمد رضي الله عنهم أجمعين لا يعلمون الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله، ولا يملك جلب النفع ولا دفع الضر إلا الله. نعم، الرؤية الثانية يا أختنا زينب، قلت أنه يعني كأنه جاءت دعوة لأمي من ميثم السماني، وهو تقولين هو يعني رجل عنده يعني دعاء معروف به أو كذا، يعني لا ضير أن أدعو الله ولا ضير أن أطلب من الصالحين أن يدعوا لي، لا أستغيث بالصالحين ولا أتوسل بهم، لكن أقول فلان أنا أتوسم فيه الخير، أحسبه والله حسيبه أنه من أهل الصلاح من أهل التقوى، أقول له يا فلان لا تنسانا من دعائك، لا تنسانا من دعائك، هذا أمر مشروع، لا تنسانا حين تدعو لنفسك أن تدعو لنا، أنت مسافر ادعو لنا، أنت ذاهب إلى الحج ادعو لنا، أنت ذاهب إلى العمرة ادعو لنا، لا ضير، لكن أن ندعوهم هم لا يجوز ذلك بحال من الأحوال. الرؤية الثالثة تقول أنا واقفة على مكان عالي وكنت أحمل ماء وأدعو الله عز وجل أقول يا ربي أعطيني حسن،
الأخت طبعا زينب هي غير متزوجة أصلا، وهنا تدعو الله عز وجل. الماء يعني هنا واستخدام الماء قد يدل على الطهارة، يعني كأنها دعوة لك يا أخو زينب أن تتوضئين، دائما توضئي وأن تدعين الله عز وجل بدون أي واسطة أو وسيلة. الله عز وجل قريب ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فاسجد واقترب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء. فهي دعوة لك أن تتطهرين تتوضئين وأن تدعين الله عز وجل، لأن النظر إلى السماء هو دليل على أن الإنسان قلبه متعلق بالله وأنه يدعو الله ولا يدعو سواه. أيضا تقول أخت زينب أنها رأت في الرؤيا أنها تمشي في شارع وكانت في استقبال حجاج كثيرين، واستقبلت أحد الحجاج فأعطاها قطعة حلوى يعني شكليتة، ثم أخذت يده وقبلتها. نقول يعني الحلوى إن شاء الله إما أن تدل على خبر صار أو تدل على علم نأخذه من هذا الإنسان، أو على أن الله عز وجل يعني يعطينا إيمان ونتذوق حلاوة الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ونسأل الله أن يصلحنا وإياكم ويهدينا وإياكم يا أخو زينب. الأخت إلاف من السماوة تقول دخلت غرفة أخوي في الرؤية فرأيت تحت يعني خزانة الملابس كنتور، رأيت يعني أفعى حية لونها أصفر، فناديت على يعني أهل البيت لإخراجها، فخرجت من فتحة من الغرفة وتركت خلفها يعني فرخ حمام، يعني طائر حمام صغير كأنه له رأسين، يعني كأنه يعني مشوه. نقول يا أخوتي إلاف والله تعالى أعلم، هذه الحية تدل على عدو، يعني هي تدل على عدو ربما كان رابضا أو جاثما في هذا البيت، إما من شياطين الإنس أو من شياطين الجن، ربما هو كان سببا في إفساد ذات البين بين الزوج وزوجته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في حديث أن الشيطان يضع يعني كرسيه أو عرشه على الماء ثم يرسل أتباعه حتى يفسد الناس، وكلما جاءه أحدهم وقال له فعلت كذا أو فعلت كذا لا يقربه، حتى يأتيه أحدهم فيقول له ما زلت معه حتى طلق زوجته أو حتى فرقت بينه وبين زوجته، يقول له أنت، ثم يدنيه ويقربه ويضع التاج على رأسه، يعني يكرمه الشيطان لأنه فعل فعلا شنيعا وكبيرا وهو بالتفريق بين الزوج وزوجته. فقد تكون إشارة على الشيطان من شياطين الإنس أو الجن عدو لكم كان متربصا، كان سببا في ماذا؟ في يعني التفريق بين الزوج وزوجته. يعني فرخ الحمام أو طائر الحمام يعني يرمز له بالسلام أو يرمز له بالسلم، يرمز له بالسلمية، وأيضا يدل على الذرية، يدل على الذرية. فكونه مشوه يعني برأسين قد يكون إشارة على جنين يعني كان يعني من قبل في بطن هذه المرأة والله تعالى أعلم، ويعني تم الإسقاط ربما بسبب تشوهات أو غيرها والله تعالى أعلم، على اعتبار أنه ذكرت أن المرأة كان عندها حمل وكان هنالك إسقاط والله أعلم. كان معنا الأخ عبد الباسط من السليمانية يقول أخوي مريض في حالة نفسية عصبي جدا. طبعا هذا السؤال ممكن يكون في غير برنامج، لكن مع هذا نقول يا أخونا عبد الباسط تقول ما تركنا شيخا إلا وذهبنا به إليه. أقول يا أخونا عبد الباسط أنت اسمك عبد الباسط، والباسط من أسماء الله عز وجل، الله عز وجل يقبض ويبسط سبحانه وتعالى، والله عز وجل له الأسماء الحسنى، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، فندعو الله عز وجل يا أخي. يعني المريض يستشفى بالقرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء، المريض يستشفى بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة، المريض يستشفى بالدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، المريض يستشفى بالاستغفار، من أدام الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، المريض يستشفى بالإكثار من الأذكار ومن ضمنها الإكثار من لا حول ولا قوة إلا بالله، المريض يستشفى بالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره من الصيغ المشروعة والمأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونأخذ بالأسباب، لأن الله ما أنزل داء إلا وأنزل معه دواء، لكن ليس هنالك شيء في قواميسنا في الشريعة يعني يسمى سادة ولا يسمى الشيوخ ولا يسمى ناس مختصين بقضية العلاج ما عدا الرقية الشرعية، والرقية الشرعية أن ترقي نفسك أنت أفضل من أن يرقيك غيرك، وأن يرقي أهل البيت بعضهم بعضا أفضل من أن يذهبوا إلى إنسان خارج البيت. هنالك حالات ربما خاصة ونادرة تحتاج أهل الاختصاص في مجال الرقية، لكن هذا الباب
فتح على الناس مفاسد كثيرة، فبدأ الكثير من الدجلة والمشعوذين الذين يظهرون أنهم يستخدمون الرقية الشرعية لكنهم يستخدمون يعني خزعبلات وخرافات وأمور شيطانية تبعد الناس عن ربهم وتعقد عليهم داءهم وتبعد عنهم دواءهم، والله تعالى أعلم. كان معنا الأخت ملاك من الكوت تقول: رأيت في الرؤيا أن في بيتنا يعني حية، ثم بعد ذلك نظرت إليها فأصبحت اثنتين، ثم بعد ذلك أصبحت ثلاثة، ثم ظهرت على شكل فأرة صغيرة، يعني هي حية لكن على هيئة فأر صغير بقدر الأصبع، ثم بعد ذلك تحولت الثلاث حيات إلى أفعى كبيرة. نقول يا أخت ملاك، يعني هي الحية كما أسلفنا أنها تدل على عدو، وهنالك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتب الصحاح أو السنن أو المسانيد هنالك أبواب خاصة في ذكر الحيات، في ذكر الحيات وأنواع الحيات، ممكن أن تعتمد في مجال تفسير الرؤى وتعبيرها. لكن والله تعالى أعلم، هذه تدل على يعني مشكلة، وهذه المشكلة تفاقمت وتوسعت وتعقدت، وأنت يعني سألتي في رؤية سابقة حول نفس القضية، والظاهر أن المشكلة ما زالت قائمة وتعددت أطرافها، يعني كان فيها طرف واحد أصبح طرفين أصبح ثلاثة. لكن أنا أقول يعني الله عز وجل يعني أوصانا أن نجتنب الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، والله عز وجل قال: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. فالشيطان يوسوس ويخنس، يوسوس لنا حين نغفل عن الذكر، ويخنس عنا حين نشتغل بالذكر، بذكر الله عز وجل. فينبغي أخذنا ملك أنه نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ونستعين بالله عز وجل ونتوكل عليه في حل مشكلاتنا، ما دامت القضية مالية، ما دامت القضية اجتماعية، لا تتعلق بدين، لا تتعلق بعقيدة، لا تتعلق بقتل نفس أو بانتهاك عرض لا قدر الله، فالقضية سهلة جدا ما دام قضية مالية تحل بسهولة. يعني الفأرة، يعني الفأرة تدل على إنسان فاسق، لأن هي من الفواسق الفأر في الواقع، في الرؤية تدل على إنسان فاسق ذكرا كان أو أنثى، ربما يكون دوره محدودا على حجمها الصغير وأثره محدودا، لكن احذروا منه، لا يفسد ذات بينكم، لا يقطع الرحم بينكم، لا يقودكم إلى عقوق الآباء والأمهات ولا إلى قطيعة الأبناء والبنات، طاعة لله عز وجل رب الأرض والسماوات، حلوا مشاكلكم يعني بأنفسكم وبهدوء وبتروي. نسأل الله عز وجل أن يوفقكم لما فيه الخير، والله تعالى أعلم. طبعا هو خروج الحية من بيتكم وذهابها إلى بيت الجيران ربما هي علامة على حل مشكلتكم، لكن قد تكون أيضا علامة على وجود مشكلة في بيوت الجيران. نسأل أن يصلح الحال والبال والعيال والمال، اللهم آمين. كان معنا اتصال من الأخ محمد من الموصل، يقول أنه رأى في الرؤيا العقال، والعقال هم أخذ مما تعقل به الدابة أو يعقل به البعير، لكن هو هذا من الزي العربي المتعارف عليه من عقود يعني من الزمن، وهو ما يوضع فوق الغترة أو فوق الشماغ. يقول كان يعني مربوطا على بعضه، يعني الحلقتين كأنها مكبوسة على بعضها، ثم بدأت يعني أفك هذا يعني الارتباط بين حلقة وأخرى، فانحل الخيط الخاص بهذا العقال كله يعني لون الأسود حتى ذهب، وظهر تحته يعني قطعة كأنها من القطن الأبيض ناصعة البياض جدا وناعمة جدا، علما أن الأخ محمد يعني هو موظف متقاعد، يعني له مكانة اجتماعية وله منزل عشائرية بين قومه. سألته يعني هل هنالك مثلا مشكلة أو شيء أو كذا، قال لا. أقول يا أخ محمد والله تعالى أعلم، يعني العقال، نعم معنا اتصال، نأخذ اتصال ثم نرجع للأخ محمد. نعم أخ ضحى من كركوك، تفضلي. ألو، تفضلي يا أخ ضحى. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا. يعني عندي رؤية دائما، يعني واحدة صاحبتي تشوفها. نعم. أسعى تطلع من الملابس مع ابنها. نعم. وتسولف معها كأنها مرأة يعني. نعم. تقول دائما تشوف ملابس ابنها أسعى، تقول خايفة من هالرؤية. خير إن شاء الله. زين، المرأة بالرؤية تعرفها يعني صاحبة الصوت؟ لا، هي لا ما تعرف، هي الأسعى تسولف معها تقول كأنها أسعى، يعني ها الكوبرا تقول واصفة مقاديمي وتحكي وياي، تقول أنا من حين ما أتذكر الحكي مالها، بس في الواقع ما أتذكره من صحيح، يعني من دعت من الرأي. خير إن شاء الله. عندها أولاد؟ طلعت من الدنيا من الملابس مع ابنها. عندها أولاد كثيرين لو بس هذا الولد؟ لا، بس هالولد عندها، هي مرة أرملة وغدا بس هالولد. الله يحفظها إن شاء الله. ماشي إن شاء الله، تسمعين الإجابة يا أخ الضحى إن شاء الله. إيه إن شاء الله، شكرا. حياكم الله، مرحبا. نعم.
أخونا محمد والله تعالى أعلم، يعني العقال على اعتبار أنه مأخوذ مثلا النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على يعني على حفظ القرآن الكريم وعلى تعهد القرآن بالمراجعة، قال تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقلها. يعني الإبل معروفة أنها إذا عقلت خلاص استقرت في مكانها، لكن إذا تفلتت من عقالها يعني الذي توثق به أو تعقل به فإنها يعني قد تهيج فيكون يعني إمساكها صعبا. كذلك القرآن سريع الحفظ سريع النسيان، العقال هذا الذي يعني تفلت يعني خيطه يعني كأنه يدل على شيء والله تعالى أعلم، ظرف صعب تعيشه يا أخونا محمد، يعني قد تكون مشكلة، قد يكون هم يعني أثقل صدرك، غم، حزن، تعاني من قضية معينة، ربما قلة ذات اليد، يعني الوضع المادي ربما مرتبك أو يعني محدود أو إمكانياتك محدودة إلى آخره. على العموم يعني الذهاب الأسود وبقاء الأبيض هذه نقطة إيجابية، حل هذه العقدة التي كانت مرتبطة اللي هي عقدة العقال هي أيضا إن شاء الله دلالتها إيجابية، على اعتبار الله عز وجل قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والله عز وجل قدر أن بعد الليل فجر وأن بعد العسر يسر وأن بعد الصبر نصر إن شاء الله، فهي دلالة طيبة على أنه شيء، هذا الشيء الأسود يدل على شيء سلبي وإيجابي أنه يذهب ويبقى مكانه إن شاء الله شيء يعني إيجابي وطيب وهو اللون الأبيض، وهو مدعاة إن شاء الله للطمأنينة لإنشراح الصدر لراحة البال ولليقين بالله عز وجل. أنت قد تتعامل مع الناس ربما تجد شيء من القسوة والغلظة في تعاملهم وفي الاحتكاك معهم، لكن أنت تحمل إن شاء الله طوية طيبة ويعني فطرة سليمة معهم وفي التعامل معهم والله تعالى أعلم. ونسأل الله أن يرزقنا وإياك يا أخونا محمد من الموصل القلب المخموم الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، وهو الذي لا غل فيه ولا حقد ولا حسد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا الله عز وجل قال إخوانا على سرر متقابلين، قال ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، فالغل الله عز وجل يأباه ولا يرضاه، والمسلم الحقيق هو الذي يسعى أن ينقي قلبه من هذه الأمور. ونسأل أن يجعلنا وإياك يا أخونا محمد ممن يسعون في تزكية نفوسهم وفي تنقية قلوبهم من كل غل وحقد وحسد حتى تعود بيضاء صافية نقية كما يرضي رب البرية سبحانه وتعالى، والله أعلم. آخر شيء كان معنا الأخ الضحى من كركوك، تقول أنها رأت في الرؤيا، يعني دائما زميلتها ترى رؤيا أنه تخرج من ملابس ابنها، تخرج لها حية لحية الكوبرا، وهي تخاف منها وتكلمها بصوت امرأة، تكلمها بصوت امرأة. نقول يا أختنا ضحى والله تعالى أعلم، نحن قلنا أن الحياة هي أنواع، وملابس ابنها على اعتبار أنها أرملة وهذا الولد يتيم ما دام هو مواصل إلى سن البلوغ، من يصل إلى سن البلوغ لا يسمى يتيما عفوا، يعني هذه الحية وجودها في ملابسها، الملابس كما قلنا إما أنها تدل على دين الإنسان أو تدل على علم الإنسان أو تدل على تقوى الإنسان، والله عز وجل يقول ولباس التقوى ذلك خير، والشاعر يقول ومن لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا وإن كان كاسيا، فوجود هذه الحية كعدو مثلا في هذه الملابس يعني لها دلالات قد تدل على العين أو أنها تدل على الحسد أو أنها تدل على عدو ظاهر أو خفي، فحتى تطمئن زميلتك وصديقتك يا أختنا ضحى حتى تطمئن عليها أن تتحصن بالأذكار. الله عز وجل قال بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد، وهي الساحرة التي تنفث في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، فهذه سورة عظيمة. إذن يعني نحصن أنفسنا بالأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هنالك أدعية كثيرة ومن بينها أيضا هنالك سورة من القرآن الكريم وآيات مثل آية الكرسي، مثل خواتيم البقرة، مثل الإخلاص، مثل قل أعوذ برب الفلق، مثل قل أعوذ برب الناس، أحصن بها نفسي وأحصن بها ابني بالإضافة للأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخليها تطمئن. دائما الإنسان اللي يخاف على شيء يخليه وديعة عند رب العالمين، فرب العالمين يحفظه. الله عز وجل بشر أم موسى في هذا الظرف العصيب الذي يذبح فيه فرعون ذكور بني إسرائيل، كما قال الله عز وجل يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. هذا الظرف العصيب أم موسى خايفة على موسى عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، جاءت آية القرآن الكريم، ماذا جاء؟ قول الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه، تلقيه أين؟ فألقيه في اليم. الله أكبر.
يعني أم تخاف على ابنها بعد أن ترضعه، تضعه في السرير، يعني تضعه في المهد، يعني تضعه تحت عنايتها ورعايتها، أما أن تلقيه في البحر فهذا أمر يعني لا يطيقه إنسان إلا أهل الإيمان. قال: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، إنا رادوه إليك، فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالله عز وجل لا تضيع عنده الودائع. إذا خفنا على أنفسنا، على أعراضنا، على أولادنا، على بيوتنا، على أموالنا، نقول: اللهم إنا نجعلها وديعة عندك، يا فاحفظها يا من لا تضيع عنده الودائع. فالله عز وجل يحفظها، ومتى ما قدر الله عز وجل لنا قدرا فليس لنا إلا الرضا والتسليم، لأن الله عز وجل لا يقدر لنا إلا الخير، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. نعم إخوانا الكرام، بهذا نكون قد أجبنا على الرؤى التي وردتنا في هذه الحلقة، وآخرها كانت رؤية للأخت ضحى، وقبلها كانت رؤية للأخ محمد، أخت زينب من كربلاء، الأخت إلاف، والأخ عبد الباسط، والأخت ملاك. تقريبا أكملناها تفسيرا. نسأل الله أن يجعل ما رأيتم خيرا تتلقونه وشرا تتوقونه، على أمل أن نلتقي في لقاء قادم يتجدد معكم إن شاء الله مع برنامج الرؤى والحياة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.